ننتقل إلى سؤال عن الزيادة في تكلفة الحج للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فيتقدم أحد وضع السؤال. مشكورا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، تعتبر ببلادنا مصاريف الحج مرتفعة بالنسبة لفئة عريضة من الحجاج، لذلك نسألكم السيد الوزير عن مدى مساهمة الزيادة الأخيرة في مصاريف الحج في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، على أولا مستوى التأطير الديني والإداري، وثانيا المستوى الصحي خصوصا مع ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث فاق عدد المصابين 400 حالة وأكثر من 140 حالة وفاة. وثالثا مستوى اللوجستيك والخدمات المقدمة بالمطارات وضبط أوقات الرحلات سواء عند الذهاب أو عند الإياب، حيث يعني فاقت مدة الانتظار في المطارات في بعض الحالات إلى يوم كامل، علما أن جل الحجاج من المسنين. شكرا سيد الوزير. كلمة لكم سيد الوزير. النائبة المحترمة، قضية الكلفة ديال الحج في المغرب ما كيدخلش فيها المجهود اللي كديروا وزاره الاوقاف والتاطير ديالها، هذاك الشيء راه هذوك الناس موظفين بحيث ما كيخلصوهمش وما كيخلصوهمش، لذلك الفلوس اللي كيعطوها الحجاج المسار ديالها عن طريق الخزينه، اولا ما كيحطوهاش في الوزاره، كيحطوها يعني في بريد المغرب، بريد المغرب كيحولها للخزينه، كتحول للسعوديه فيما يتعلق بالطائره، لذلك زدنا هذا العام فقط 400 درهم للطائره بعد نقاش طويل عريض مع اللجنه الملكيه للحج فيما يتعلق ببعض الخدمات، اما مع ذلك فهو ماشي راه قل من التكلفه، لو حسبنا يعني للتاطير وكذا راه قل من التكلفه، لذلك هذا يعني الثمن ديال الحج بالنسبه للمغرب لو كان يمكن لنا ناخذوا لو كوست بمشاكل عريضه يعني ما فيها ما يتشاف، لذلك ونقصوا من قضيه الطائره، كان يمكن لنا نسكنوا الحجاج بعادين بواحد 30% نقصه، ما كيقبلوش الحجاج المغاربه يسكنوا بعاد من ما كنسكنوهم الى غير ذلك، فلذلك فهاد الكلفه راه هي معقوله، ويمكن كل واحد يعرف واش مزيود فيها واش مبالغ فيها ولا لا، ثم كاين لجنه يعني من مشتمله من عده وزارات منها الماليه منها الخارجيه وكذا اللي كتسهر على ضبط هذا الشيء هذا والصرف ديالو والتوقيع عليه. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيده النائبه، تفضلوا. شكرا السيد الوزير. المراد من هذا السؤال او من طرح هذا السؤال هو يعني التكثيف من عقد لقاءات تحسيسيه ايضا مع بطبيعه الحال واتخاذ اجراءات استباقيه لتجنب اصابه حجاجنا بهذا الوباء يعني الفتاك، من خلال اطلاعهم يعني على خطورته والشروط والسلوكات والواجب القيام به. شكرا سيدة النائبة. لتجنب. هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ رد السيد الوزير. سيدي النائبة محترمة، كل ما جا شي جديد اللي كيستحق راه نخبروا الناس، كل ما كانت هناك وغادي يكون هذاك الشيء بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع الجهات السعودية ومع المنظمات الدولية، كل ما كان جديد الآن ما بغيناش نقولوا للناس هذا 400 اللي تصابوا مازال ما هوش مؤشر بالنسبة لهاد المعنيين كلهم أنه نقولوا راه كاين شي حاجة في الحج وما نخلعوش الناس، وثم حنا كنعرف عدد ديال كنتصور عدد. شكرا.